اهلا بيكم. فاضل حوالي شهر وكام يوم ويحل علينا شهر رمضان الكريم. كل عام وانتم بخير. الفتره دي الناس بتبدا تشتري يميش رمضان، وبنلاقي محلات الحلويات بتبدا تجهز لموسم رمضان من عطاره ومكسرات ويميش وكنافه وقطايف وكل اللي مرتبط باحسن شهر للمسلمين. الناس دلوقتي عاوزه تعرف الاسعار غليت ولا رخصت ولا زي ما هي. هعرفكم اسعار السنه دي هتكون ايه وغليت ولا لا، واسعار كل السلع. تابعونا. ما تنسوش لو اول مره تشوفونا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. بتستعد دلوقتي وزاره التموين والتجاره الداخليه في طرح السلع المطلوبه لشهر رمضان الكريم في الاسواق والمحلات والمجمعات الاستهلاكيه. واللي اشهرهم واللي ما بيخلاش بيت في مصر منهم طوال شهر رمضان الكريم الزبيب والبلح بانواعه والتين المجفف وجوز الهند والقراصيه وقمر الدين والبندق والفستق. وكشف شادي الكومي نائب رئيس شعبه العطاره بغرفه القاهره التجاريه في تصريحات ان مخزون السلع الغذائيه وخاصه يميش رمضان والعطاره والمكسرات متوفر بشكل جيد جدا ولا يوجد اي عجز في المنتجات، وان معظم الحاويات دخلت السوق المصري والمتبقي منها موجود في الموانئ حاليا وهيوصل للتجار خلال الاسبوع ده. وكمل نائب شعبه العطاره بغرفه التجاره ان الاسعار شهدت زيادات بتتراوح من 5-15% لمعظم الاصناف. وقال الكومي ان البضائع اتاخر وصولها للموانئ في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا وتاثيره وتكدس الحاويات في الموانئ، وكمان بسبب ارتفاع اسعار البضائع بالدول المورده لمصر. وكشف ان 80% من مستلزمات العطاره مستورده من الخارج خاصة من دول شرق آسيا مثل الهند والأندونيسيا والفيتنام وسوريا. وفي نفس الوقت تأخر وصول البضائع هذا العام تسبب في تأخر بدء موسم البيع. وهنيجي لمتوسط أسعار يميش رمضان واللي هتكون أسعارها: سعر البلح النصف جاف عبوة 400 جرام ب 8 جنيه، سعر البلح الأسواني بين 6-16 جنيه، وسعر عبوة 700 جرام من البلح النصف جاف 15 جنيه، وسعر البلح الجاف ب 11 جنيه للكيلو، وسعر البلح الفاخر الجاف 15 جنيه للكيلو، والزبيب مصري عبوة 500 جرام 17.5 جنيه، وزبيب ايراني 500 جرام ب 40 جنيه، وسعر البندق المقشر 200 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفستق المقشر 300 جنيه للكيلو، سعر اللوز المقشر 250 جرام ب 45 جنيه، سعر الكاجو 250 جرام ب 58 جنيه، المشمشيه المستورده بسعر 21 جنيه ونص للربع كيلو، والقراصيه المستورده بسعر 13 جنيه ونص للربع كيلو، سعر كيلو عين الجمل مقشر ب 350 جنيه، كيلو البندق المحمص 220 جنيه، كيلو قمر الدين 155 جنيه، كيلو التين التركي 200 جنيه، كيلو تمر الهندي 30 جنيه، كيلو القراصيه الجامبو 150 جنيه، كيلو مشمشيه 125 جنيه، كيلو الزبيب 110 جنيه، كيلو التمر السعودي 55 جنيه، كيلو تمر المتوكل 39 جنيه، كيلو جوز الهند 95 جنيه. كده هنكون قلنا اسعار اليميش رمضان السنه دي واللي ما شهدتش زياده كبيره عن الفرق السنين اللي فاتت. كل سنه وانتم طيبين.